عندك أمال ولا تزعلش أبداً على مال، ينعدل بختك لو مال، وصل السعادة مش بالمال. ابتسامة لا تفارق وجهه الجاد، ينفذ عبد الرحيم مرعي تصميمات جديدة للموبيليا تدرب عليها مؤخرا في زيارات الدعم الفني التي نظمتها الدولة له ولزملائه من مصنعي الأثاث في طهطة. زرنا كذا معرض واشتركنا في معرض تراثنا ورحنا اتدربنا على مادة الهانيكام كمواد مدخلات جديدة للأثاث وشغالين يعني في مجالات تطوير الأساس. عبد الرحيم ليس وحده المستفيد من دعم الدولة، فمعه ما يزيد على 1500 ورشة تشكل تكتل أثاث طهطة الذي استفاد من خطط الدولة لتطوير التكتلات الاقتصادية كجزء من مشروع تطوير صعيد مصر ودعم القطاع الخاص فيه. الدولة والبنك الدولي، مركز تحديث الصناعة، وزارة التنمية المحلية، محافظ اللي هو طارق الفقيه، عملوا لنا حاجات جميلة جدا. يعني احنا عملنا زيارة في معرض كايو شو في القاهرة، ونفس المعرض ده اتعمل في دبي. انا كنت الحمد لله بفضل الله واحد من اللي راحوا المعرض ده واستفدت كتير. واحنا عملوا لنا زيارات للمصانع في القاهرة، عملوا لنا معرض اساس اللي هو كان تراثنا، واحد فيه شباب كتير. في حاجة تانية بتتعمل حاليا، حاجة اسمها المركز الخدمي، اكبر مركز خدمي على مستوى الجمهورية ليخدم الصناع. مهتمين بالاساس والتطوير كمهنة اساس يعني في طهطة، وتقنين واوضاع الورش اللي هو قانون 152 تمام. بالنسبة للرخصة والسجل بنساعد تكتل الاساس اللي بيضم 1500 ورشة في طهطة، ان احنا نعمل تنميه ليهم ونساعدهم في كل اللي محتاجينه. احنا هنا موجودين بشارع الدريسه، ده من اكبر الشوارع اللي بتضم مخازن اخشاب. طبعا احنا رصدنا له في الخطه بتاعتنا ان احنا ننزل له رصف. شغالين برضو في تدريبات على احدث المواد الخام. الدولة بصت لنا أخيرا، يعني بصت لنا وشافتنا، شافت تكتل أساس طهطة، شافت 1500 ورشة، قوة محركة، قوة مشغلة عشان الأساس يتطور وما تنقرضش يعني مهنة الأساس في طهطة.